السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم. أهلا بحضراتكم، أتمنى أن تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن كيفية إصلاح جهاز باور بانك. جهاز الباور بانك يتم شحنه حتى الأربع علامات أو الأربع لمبات كده، المفروض يعتبر الباور بانك شحن، ولكن عند ضغط لإشعال الضوء ما يشتغلش، او عند استخدام الطرف الاوتبوت لشحن اي موبايل اخر مش بيشحن. ممكن نجرب مع حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين يعتبر اللمبة الرابعة هي اللي بتضيء وتطفي كده، المفروض يعتبر حتبر ان جهاز الباور بانك ده شحن حتى بنسبة 80%، ولكن لما نفصل الشحن هنيجي نشحن اي موبايل. طبعا الموبايل ده احنا صممنا فيه الاسلاك ده بحيث ان احنا استخدمناه في عدة مشاريع، مفيش اي شحن للموبايل ومفيش اي اضاءة في العلامات. هنفصل هنفتح الباور بانك. الباور بانك النظام عبارة عن كليبسات او عبارة عن مضغوط باستخدام اي مفك عادة. نفتح زي ما حضراتكم شايفين ادي الباور بانك الخاص بينا. اي باور بانك بيتكون من بوردة، البوردة ده هي تعتبر بتاخد شحن 5 فولت اللي هو يعتبر من شحن موبايل عادي، بتعمل خفض للفولت بحيث يوصل الى 4.2 لشحن بطارية الليثيوم ايون فول تشارج. طبعا بطارية الليثيوم ايون مكتوب زي ما حضراتكم شايفين 3.6 فولت، 3350 ملي امبير ده الساعة الخاصة بها. 3 بطاريات متصلين مع بعض عن طريق التوازي، يعني مفروض مجموع ال3 بطاريات هدينا 3.6 فولت، مجموع الشحن هيساوي تقريبا 10000 ملي امبير. طبعا البطارية بتعتبر 3.7 فولت عندما يتم شحنها. اثناء تفريغ الباور بانك او اثناء شحن الموبايل بيتم رفع الجهد عن طريق الملف ده من 3.6 فولت الى 5 فولت بحيث يخرج معنا 5 فولت 2 امبير. ده طبعا زرار الباور بحيث اضاءة الكشاف ده. يبقى معنا 2 مخرج USB 5 فولت 2 امبير، معنا مدخل لشحن الدايرة او شحن الباور بانك، وده يعتبر ملف لرفع الفولت، وده مجموعة مكثفات او مجموعة مقاومات، وده يعتبر سنسور او حساس لدرجة الحرارة بحيث لو حصل ارتفاع اثناء الشحن بيعمل قفل للشحن بحيث نضمن سلامة الجهاز. هنجيب جهاز الافوميتر، هنظبط على 20 فولت تيار مستمر، هنوصل الشاحن بحيث نشوف الشحن ونتأكد من سلامة البوردة. كده احنا وصلنا الباور بانك بمصدر تيار كهربائي بحيث نشوف البوردة فيها فولتيات ام لا. طبعا في علامة للبي سالب يعتبر البطارية الطرف السالب، او اي جسم معدن هنقدر نميز الطرف السالب. هنوصل باي طرف معدن او البي سالب هنا، وهنوصل عند الخرج البي موجب يعتبر 4.2، ده يعتبر الفولت الخاص بشحن البطاريات الليثيوم. يعتبر طرفين اليو اس بي دول، الطرف السالب مش مشترك معنا في طرف الشحن، الطرف المشترك معنا جسم الزرار اون اوف وجسم الشحن زي ما حضرتكم شايفين معنا هنا اهو. تمام كده يعتبر في شحن مناسب. طب احنا دلوقتي عايزين نشوف البطارية هل هي في مشكلة معانا ولا لا. هنوصل الطرف السالب وهنوصل في البطاريات، يعتبر في 4.2 فولت في ال3 بطاريات، يعني يعتبر البطاريات مشحونة معانا. هنفصل الشحن هنشوف الفولت الخارج من البطاريات
الفولت اللي خارج من البطارية يعتبر 3 من 10 فولت. طب الفولت في البطارية يعتبر 4.2 من 10. يبقى معانا مشكلة في التوصيل. هنشوف الطرف السالب، نتأكد من توصيله. الطرف السالب زي ما عادتكم شايفين يعتبر متصل جيدا. الطرف الموجب يعتبر للثلاث بطاريات. هنعمل إزالة لقطعة العزل دي وبرضو نركبها مرة تانية. زي ما حضراتكم شايفين الطرف الموجب متصل للبطارية التانية، متصل للبطارية التالتة، ولكن يوجد قطع بسيط جدا أو قطع في التوصيل مش ملامس معانا طرف البردة بطرف البطارية. هذه المشكلة معانا في النقطة دي، هي إنها غير متصلة بالبردة. هنحاول نوصلها باستخدام القصدير. بعد ما انتهينا من اللحام زي ما حضراتكم شايفين، طبعا احنا زودنا اللحام بحيث نضمن التوصيل كويس. بعد كده هنرجع العازل الخاص بالبطاريات بحيث نضمن الطرف السالب ما يتصلش بالطرف الموجب لأي سبب من الأسباب. بعد كده حساس الحرارة نحاول نثبته في المكان المخصص ليه مرة تانية وسط البطاريتين. بعد كده هنختبر نشوف في فولت ولا في البردة بدون توصيل الباور، بدون توصيل الباور بالشاحن الخارجي. يعتبر 4.2 من 10. في المكثف برضه 4.2 من 10. بعد كده هنقفل الجهاز. كده قفلنا الجهاز. هنجرب الكشاف اشتغل. نفصل. زي ما حضراتكم شايفين كده الباور بانك رجع يشحن معانا مرة تانية. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة عن كيفية إصلاح جهاز باور بانك. شكرا متابعين قناة كومدان، أتمنى تكونوا استفدتوا معانا. أرجع الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.